لماذا يطارد الغراب صغار الوقواق؟ قصة من التراث البورني. هذا هو طائر النهس. عندما يأتي الربيع تكون جميع الطيور منهمكة في بناء أعشاشها. تبني الأعشاش كي تحفظ فيها بيوضها التي سوف تضعها بعد حين. بعد ذلك ترفع فراخها من الأعشاش. إنه عمل شاق ومتعب. على كل حال كان هناك طائر واحد لا يبالي وغير مشغول في البناء، بل يقضي وقته في اللعب والكسل. هذا الطائر هو الوقواق، فالوقواق لا يبني عشه بنفسه. ليس هذا فقط، بل إنه يضع بيوضه في أعشاش طيور أخرى ويجبرها على رفع فراخها. هذا هو عش طائر النهس. لكن هناك بيضة غريبة مع بقية البيوض. وهذا هو كتكوت الوقواق. أم طائر النهس جلبت الغذاء إلى كتكوت الوقواق. كتكوت الوقواق كان بارعا وماكرا، ولكن هناك قصة وراء كل ذلك. السبب الذي يجعل الوقواق يفعل كل هذه الأشياء يمكن إيعازه إلى البومة المشؤومة. يا إلهي، أيتها البومة ماذا بك؟ إنها مؤلمة. يا إلهي تؤلمني، إنه الجرح. ماذا تظن أنك قد فعلت؟ إنك تفترين علي، لقد لمستك فقط، ما الذي حدث لك؟ لقد ضربت بشدة، طفل وقح ضربني بكرة كبيرة من الطين. حاولت البومة أن تغيظ الغراب بكلامها. أصابت كرة الطين ذيل البومة من نهايته. يا إلهي. أنا حزين لأنك تتألمين يا صديقتي. تأثر الغراب كثيرا من حالة البومة هذه، فأخذها إلى طائر الوقواق الذي كان طبيبا آنذاك. يا إلهي. دكتور وقواق، تحتاج البومة أن تكشف عليها. هيه، تذكرت شيئا، أريدك حالا. يا إلهي تؤلمني. هل تستمر في علاج هذه البومة؟ إنها ماكرة ملائمة جدا، لا تفعل ذلك. لا تقلقي بشأن ذلك يا عزيزتي، فالغراب هو الذي تكفلها. إن زوجة الوقواق لا تثق بالبوم كثيرا، ولكن الوقواق طبيب ولا يمكنه أبدا أن يرفض معالجة أي مريض. يا إلهي. دعيني أراك. بعد الفحص الدقيق قرر الطبيب أن تأخذ الماء كأحسن علاج لها. هل هذا هو العلاج؟ هل هذا سيوقف الألم؟ أنا لم أخطئ في حياتي أبدا، وحتى هذه اللحظة يا سيدة البومة أنا بارع. وثقت البومة والغراب بكلام الوقواق الذي بدا وكأنه واثق من نفسه تمام الوثوق. إنه لا يؤلمني، هذا رائع، أنا أحسن بكثير، فعلا أنا أحسن. يا إلهي، ليس هناك أي ألم،
فهمت الآن، لقد ذابت كرة الطين في الماء. أوه، هذا هو السبب. أوه، الآن عرفت. أوه، أنه أمر بسيط حقا. وبعد عدة أيام، هيا يا زوجي اذهب واسترجع أجورك من البومة اللئيمة. ولكن يا هيا يا عزيزي. حاضر حاضر يا وقوقتي، أريد أجوري أجوري. أرجوك أن تدفعي ثمن فحصي لك، لقد عالجت نهاية دينك أليس كذلك؟ هيا أريد أجوري. إنني أحتاج نقودا. هل شفيتني؟ يا لك من وقح، ماء البركة هو الذي شفاني ولست أنت، أعتقد أنك تعرف ذلك جيدا. ماذا تقولين؟ هربت البومة بعيدا ولم تترك وراءها أثرا يذكر، لذلك فقد غضبت زوجة الوقواق وبعثت في طلب الغراب الذي تكفل بالبومة وطالبته بدفع الأجور. ها، ماذا قررت أن تفعل بهذه المشكلة؟ أنا أحملك المسؤولية. واحتار الغراب في أمره. في الحقيقة أنا خجلان. نعم. أيها الغراب، سوف أجبرك على الدفع في المحكمة، أتفهم؟ ما الذي سيحدث؟ والآن سكوت، هيا دعونا نبدأ. يا وقوق تكلم، ما مشكلتك؟ سيدي القاضي العادل، لقد عالجت هذه البومة، لذا فأنا أعتقد بأن على الغراب أن يدفع لي أجوري كاملة لأنه هو الذي تكفلها. يا سيدي القاضي، لا أدعو على الغراب. تعال أيها الغراب. أنا مفلس يا سيدي ولا أملك أي شيء. مفلس. أرجوكم أن تنتظروا لحظة، أنا سأتكلم بدلا عنه. الشخص المفلس لا يستطيع أن يدفع شيئا، لذا فإني أرى أن الغراب بريء. ربما يكون بريء فعلا، ربما يكون بريء فعلا. سأقرأ قرار الحكم. سيقرأ عليكم قرار الحكم. بما أنك كفيل البومة عليك أن تدفع للوقواق، أما إذا لم يكن عندك نقود فيجب أن تعمل لديه. نعم يجب أن تعمل لديه. رفعت الجلسة. أنتم لا فائدة منكم. ذلك صار يتوجب على الغراب أن يرعى صغار الوقواق. يا عزيزي. ماذا تفعل طفلنا؟ حسنا حسنا، اهدى يا عزيزي، اهدى يا حبيبي. حسنا اعتني به جيدا. حاضر. منذ ذلك الوقت والغراب يحمل الحقد للبومة، فهو يتذكرها أثناء الأكل وأثناء النزهة والتمشي، كان ينتظر عودة البومة بفارغ الصبر، إنه يقفز هنا وهناك، يطير ويحط ثانية. صار الغراب شيخا كبيرا، ومنذ ذلك الوقت والبومة تنام في أمان أثناء النهار مختفية في ثقب ما على غصن شجرة، تصطاد الطعام أثناء الليل بينما يكون الغراب نائما.
لقد نالت البومة جزاء عدم دفعها للدين العقاب المناسب عندما حرم عليها الخروج نهاراً.